حسبت حسابك بالقهوة. يسلموا ايديك، ما بدي انا طالعة. لوين؟ على الغدا. كنت مفكر انه رح نتغدى مع بعض اليوم. معلش كل لحالك، انا عندي موعد، حتى اخرت كمان. عندك موعد؟ بخاطرك بشوفك بعد الظهر. يلا بخاطرك ناريمان. مع السلامة. نحن مهتمين بأعمال الترميم كمان، بس هيك مشاريع على مستوى ضخم ضروري انه كل الشركات تواكبها. طبعا، بس نحن حابين نعرف وين صرتوا. المجموعة مجهزة. مرحبا انور بيك. اهلين. مرحبا، شلونك؟ شكرا لك. مرحبا. يا اهلا. شو الاخبار؟ والله مثل مو شايف. كتير مملة هالاجواء. انا بينزل ضغطي اذا بضل هون. فعلا. ليش؟ ليكون بنات الخدمة ما عجبوك؟ بس كان مشروع ناجح. فعلا صاير مزعج وسماوية كمان. مالك؟ قيمي ايدك. انا اسفة، ما كان قصدي. المفروض نواكب هيك مشاريع. ملك؟ اهلا. بلدنا هي البلدان اللي تعتبر. مرحبا. كثير كثير. مرحبا. بموضوع العمران، صح ولا لا؟ مو كان المفروض انت. مرحبا ست شهرزاد. اهلا وسهلا. وانا رح اخذ. مرحبا، كيفك ست شهرزاد؟ شو اخباركم؟ تمام. تطوير العمران. شكرا لك. طبعا هو في شركات كتير، يعني خاصة شركات المقاولات اللي موجودة بالشرق الأوسط، كلياتها متحمسة لهيك مشاريع. بالنسبة لنا تنفيذ مخطط مشروع مركز الثقافة والمؤتمرات بمدينة اسطنبول اللي حتكون عاصمة الثقافة الأوروبية بالعام 2010 شرف كبير ومسؤولية مضاعفة. وشركة الإنشاءات رح تثبت وجودها مرة تانية من خلال هذا المشروع، مثل ما أثبتته بالمشاريع السابقة اللي كان من أهمها أبراج آسيا المخصصة لانعقاد المؤتمرات الدولية. خطتنا الأساسية للمرحلة الجاية رح تكون التركيز على الفروقات البصرية وإغناء المرافق الحيوية لحتى تكون متعددة الاستخدامات. مرحبا. ليش متعذبة وجاية؟ قدي صارت الساعة؟ أنا آسفة بس كان عندي شغل. بدك تجي على الموعد تاعي، ما بتقدري لا تضيعي لي وقتي على الفاضي. لشو عم تدور على خناقة يوسف؟ مو بإيدي، تأخرت، كان عندي شغل كتير اليوم. أنت لساتك متدربة، لا تعملي لي فيها مهندسة. شو أعمل يعني؟ ولشو هيك عم تحكي معي؟ أوف، خلص فردت من الجوع، عدي هلا. بس فهمني شو صاير معك؟ ولا شي، عدي لشوف. ما بدي أقعد، سديت لي نفسي، بس مو الحق عليك، الحق علي لأني عملت لك قيمة وإجيت. سهير، سهير بلا ولدني. كثير رح تفرق معي. عطيني المنيو لو سمحت. والله البنت رح بتطير لي عقلي، يوم هيك ويوم هيك، كل ساعة برأيي شي بجنن. روق معلم، بلكي انت عم تتوهم هالشي، بجوز تكون مرتبطة. لا ما بظن هيك القصة، هي بالأول عجبتني بس ما بينت لها، بعدين هي اللي بدأت تتحركشني، أنا كنت طبيعي. إيه بس اليوم ما بعرف شو صاير لها. بلكي صاير معها شي اليوم. ما بتعرف شو هو ظرفها. وائل، البنت معجبة فيني ولا مو معجبة لهلأ مو عارفان، ولهيك مو قدران ساوي أي شي. هيك البنات ما بتعرف شو بدهم. صبور. شو عليها نظرة عيوني يا زلمي؟ ولا ريحتها وصوتها شي بأشعر البدن. أول مرة بحس بهيك شي. بس اللي مستغربه كتير، ما شاء الله مو أسرع شهيتك. لا تتمسخر. والله شغلة عجيبة، ما عم نام الليل، لك مخي بطل يشتغل غير عموجتها. معقول هاني بيك قده ودلقه عشقان؟ والله برافو عليها. لك أوف أوف.